اليوم يعني المسألة ضبابية جدا بالنسبة للناخب السني، بالنسبة للطائفة السنية في لبنان بعد عزوف الحريري. الواضح أن التوقعات تسير باتجاه أن يكون هناك تمثيل سني متفرق، يعني أن لا يكون هناك كتلة كبيرة كما كان في السابق مع كتلة المستقبل، إنما كتل صغيرة متفرقة، كتل مدعومة من السعودية كما كان وضع الحريري سابقا، يعني في طرابلس، الأمين المدير العام للأمن العام السابق، أو عفوا المدير العام قوى الأمن الداخلي السابق أشرف ريفي، وأيضا هناك شخصيات في بيروت وفي الجنوب مدعومة من السعودية مباشرة. ممكن أن يكون هناك هذه الكتل الصغيرة، ولكن أيضا سيكون هناك كتلة سنية صغيرة أيضا تعارض الخط السعودي في لبنان، أي مقربة من حزب الله وثماني آذار. يعني في الفترة السابقة، يعني خلال السنوات القليلة الماضية، على المستوى الشعبي سعد الحريري كان يحظى بشعبية، ولكن لم تعد هذه الشعبية كما كانت في العام 2004 أو من العام 2004 وحتى العام 2017. شعبية سعد الحريري تراجعت قليلا، لكنها طبعا بطبيعة الحال كانت الأكبر. اليوم يمكن أن تسمع هذه الكتلة جزئيا لدعوة سعد الحريري، ولكن اللاعب الأساسي في الإقليمي في لبنان هي السعودية. يعني في حال قامت السعودية بدعم شخصيات معينة سنية بعيدة عن سعد الحريري وتيار المستقبل، فإن جزء كبير من الطائفة السنية سيلبي هذه الدعوة وسينتخب ما تنصح به السعودية. إذا كما ذكرت قبل قليل، يمكن أن يكون هناك كتل سنية صغيرة في المجلس النيابي يمكن أن تجتمع، ولكن ستكون إذا صح التعبير أكثر تطرفا أو أقل اعتدالا من سعد الحريري. سيؤثر سلبا بالتأكيد. سعد الحريري بالنسبة لحزب الله هو الشخصية السنية الأكثر اعتدالا في لبنان، وأكثر شخصية ممكن أن تقول لا للحرب الأهلية كما هو معروف. يعني سعد الحريري انتهى سياسيا عام 2017 عندما احتجزته السعودية في الرياض وطلبت منه تقديم الاستقالة. بعد ذلك كان هناك محاولات عديدة من قبل سعد الحريري لإعادة وصل من قطع مع السعودية، ولكن كل هذه المحاولات فشلت. السعودية وضعت شروطا، أول هذه الشروط هو تبني سعد الحريري للقرار الدولي 1559، وهذا القرار الذي طبق بجزئه الوحيد، أي خروج القوات السورية عام 2005 من لبنان. أما الجزء الثاني نزع سلاح الميليشيات، والمقصود هنا في هذا القرار نزع سلاح حزب الله. هذا البند لم يوافق عليه سعد الحريري. على هذا الأساس أصرت السعودية، أصر محمد بن سلمان على استبعاد الحريري لأنه يريد تطبيق هذا القرار. إذا على المستوى السياسي كان هذا هو السبب وراء تراجع أو انسحاب سعد الحريري، بأنه لا يريد تطبيق القرار 1559، لأن ذلك سيفتح نوع من الحرب الأهلية في لبنان بمواجهة حزب الله. إذا على هذا الأساس يمكن أن يكون كما ذكرت قبل قليل هناك أطراف سنية ستجد نفسها في المجلس النيابي أقل اعتدالا من سعد الحريري، يمكن أن تتبنى هذه الكتل الصغيرة المدعومة من السعودية المطلب الذي يقول بتبني القرار 1559، أي بنزع سلاح حزب الله. على هذا الأساس يمكن الاستنتاج بأن خروج الحريري من المشهد السياسي هو مسألة سيئة بالنسبة لحزب الله، ولكن مسألة أسوأ بكثير للرئيس نبيه بري، على أساس أن هناك إمكانية لعدم وصوله مرة جديدة لرئاسة المجلس في حال من كان في المجلس النيابي المقبل، إذا حصلت الانتخابات طبعا، إذا في حال من كان في المجلس النيابي المقبل لا يتوافق مع سياسة بري أو مع سياسة حزب الله.